مساء الخير، أنا دكتورة يسرى لاشين. أنا أستاذ مساعد في القصر العيني وقسم النساء والتوليد، وبيشرفني إن أنا أبقى معاكم هنا في مستشفى السلام، استشارية في مستشفى السلام. النهاردة احنا عايزين نتكلم عن توبيك أو موضوع مشهور قوي بين البنات والستات، مشهور قوي في مصر، اسمه متلازمة تكيس المبايض أو تكيس مبايض، أو أنت عندك تكيس مبايض. فبتيجي البنت منهارة وبتيجي مامتها معاها، او بتيجي الست بعد الجواز، الحقيني انا رحت لفلان وقال لي انت عندك تكيس مبايض. يعني ايه تكيس مبايض؟ هو ده مرض بيسيب المبيض؟ لا، دي طبيعة مبيض. طبيعة مبيض يعني ايه؟ يعني هو حاله كده، طبيعته كده، مش مرض بيسيب المبيض. طيب ايه مشكلة تكيس المبايض؟ مشكلة تكيس المبايض ان ده مبيض بطبيعته كسلان شوية. طيب لما هو يبقى كسلان بيعمل ايه؟ بيعمل شوية اضطرابات في الهرمونات في جسم البنت او في جسم الست. طيب الاضطرابات دي تنعكس على ايه؟ احيانا ما بتعملش حاجة خالص، يعني ما يكونش ليها اي اعراض خالص، وبتيجي البنت نكتشف فعلا ان هي عندها تكيس مبايض بس ما يبقاش عندها عرض خالص. طيب ممكن يعمل ايه تاني؟ ممكن يعمل اضطرابات في الدورة الشهرية، دي اشهر حاجة. طيب البنت اللي عندها تكيس مبايض او السيدة اللي عندها تكيس مبايض عادة بتشتكي من ايه؟ عادة بتشتكي من اضطرابات في صورة تأخير او عدم نزول الدورة خالص. طيب ايه تاني حاجة؟ ممكن برضو تشتكي شوية من زيادة الشعر الذكوري في جسمها، يعني ممكن مثلا تشتكي ان الشعر بيطلع في دقنها، ان الشعر بيطلع في نص بطنها، ممكن يطلع حوالين الثدي، يعني في الاماكن اللي هي بتطلع عادة عند الذكور او عند الرجالة مش عند البنات. طيب ايه الحاجة الثالثة؟ ممكن برضو تشتكي بعد الجواز ان الحمل متأخر شوية. طيب هل دي حاجة ليها علاج؟ لا، هو التكيس ملوش علاج، هو بس علاج للاعراض. يعني احنا بنشوف تكيس المبايض عامل اضطراب في صورة ايه ونعالج الاضطراب ده. طب هل ده حاجة خطيرة؟ لا، مش حاجة خطيرة خالص. بمعنى البنت ما تروحش الدكتور بدون اي تشخيص مظبوط يقول لها انت عندك تكيس مبايض فيجيلها ذعر. لازم تعرفي الاول احنا ازاي بنشخص تكيس المبايض. التشخيص الحقيقي لتكيس المبايض بيعتمد على 3 حاجات. اول حاجه اللي هو الشكوى بتاعت المريضه، زي ما قلنا يا اما مثلا بتشتكي من اضطراب في الدوره او تاخير في الحمل او مثلا زياده نمو الشعر الذكوري في جسمها. نمره 2، لازم ادعم ده بالتحاليل بالهرمونات، في تحاليل معينه مخصوصه للمتلازمه دي. طيب تالت حاجه ايه؟ تالت حاجه لازم تعملي سونار كويس مع حد كويس يشوف هل فعلا شكل المبيض في السونار ده بيقول ان ممكن يبقى عندك احتمال لتكيس مبايض. طب هل تكيس المبايض ليه شكل معين في السونار؟ اه، ليه شكل معين، في كرايتيريا معينه احنا بنعلق عليها لما بنشوف المنظر كده في السونار. طيب لو انا عندي حاجه من الثلاثه، انا عندي تكيس، لا، لازم الثلاثه مع بعض، يعني لازم يبقى عندي العرض ومعاه عندي اضطراب في الهرمونات ديت، واخرهم يبقى السونار برضو بيقول ان عندي اشتباه في القصه دي. اوكي، لما الثلاثه بيجتمعوا مع بعض بقول للبنت اه انت عندك تكيس، وبعدين ابتدي اخش معاها ديبر او اخش في عمق شويه اعرف هي ايه شكوتها. ببساطه كده، ببساطه لو البنت قبل الجواز عندها اي اضطراب في الدوره، احنا اول حاجه لما البنت بتيجي مثلا مع مامتها وهي سنها صغير لازم اطمن الام، لان اغلبيه الامهات واغلبيه البنات بيفتكروا ان اي تاخير في الدوره ده بينعكس على الخصوبه بتاعتها لما تتجوز قدام، فلازم اطمنها ان ده ملوش دعوه بالخصوبه بتاعتها وان ان شاء الله مش هيبقى فيه اي مشكله خالص. لازم نمره 2 اقول لها ان البنت الصغيره مش لازم خالص ان يجي لها دوره شهريه بالسنتوفه مستنياها باليوم، ولكن المقبول طبيا ان البنت الصغيره يجي لها 6 دورات في السنه فقط، بدون ما اديها اي منظم ينزل لها البيريد كل شهر، ولا ان انا اكتب لها حبوب منع حمل او منظمات في الدوره. لا، احنا بنعلمها ازاي ان البيريد لو اتاخرت عن شهرين نديها كورس صغير خالص من الهرمونز ينزل لها البيريد وليس منظمات. نمره 2، او مش يمكن نمره 2، يمكن دي نمره 1، قبل العلاج لازم اي بنت صغيره تحافظ على وزنها. ازاي تحافظ على وزنها؟ ما تسمحش خالص ان هي تزيد في الوزن، لان دي اكتر حاجه بتظهر الاعراض بتاعه تكيس المبايض وليس العكس. يعني تكيس المبايض مش هو اللي بيخلي البنات تتخن، لا، التخن هو اللي بيزود الاعراض بتاعه التكيس. طب يعني البنت تعمل ايه؟ لا، يعني البنت تاخد بالها من اكلها، يعني البنت مثلا تنزل تتمشى،
يعني البنت تشغل فيديوهات على اليوتيوب وتلعب رياضة في البيت، عشان احنا مثلا عندنا ظروف معينة ما بنعرفش نروح نوادي، ما بنعرفش ان احنا نلعب رياضة، يعني ما تسمحش خالص ان هي تزيد قوي في الوزن، وما تقعدش طول النهار تاكل بطاطس، تطلب اكل من بره، لان كل ده بينعكس على كفاءة التبويض. فبنعلم البنت ان هي لازم تحافظ على وزنها، نمرة 2 ان هي محتاجة 6 دورات فقط في السنة، ومش محتاجة تاخد منظمات. اما لو البنت او البنات الصغيرين بيشتكوا من زيادة نمو الشعر، احنا بنقول لهم ببساطة اعملي ليزر. الليزر هو الحل دلوقتي الجديد، حتى في كل الكتب وفي كل المنتديات العلمية الليزر خلاص هو بيدمر البصيلة من جذرها، مش محتاجة ان انا اخد منظمات ولا حبوب ولا ادوية علاجية، الا لو في حالات قليلة جدا لو هرمونات الذكورة عالية جدا بليفلز معينة ومعدلات معينة، ساعتها ممكن ندي ادوية. فيما دون ذلك لا، هو الليزر بيبقى كفاية قوي، لان هو بيدمر الشعراية من جذرها. تمام، نيجي بقى لتكيس المبايض او اضطراباته بعد الزواج. برضو بيعمل ايه؟ بيعمل برضو اضطرابات في الدورة الشهرية، وبرضه ممكن يعمل زيادة في نمو الشعر، وممكن شوية بيعمل كسل في التبويض، فتلاقي البنت ممكن تتأخر شوية، مش ما تحملش، تتأخر شوية في الحمل، فيبتدي الأهل يجي لهم ذعر. برضه هنعمل نفس الحكاية، لازم أول حاجة أتأكد من التشخيص بتاعي. التشخيص بتاعي اللي هو إيه؟ التشخيص إن أنا أروح لدكتور النساء أو طبيبة النساء، ولازم نعمل متابعة تبويض ونتأكد فعلا من التشخيص السليم، إن هي فعلا تبويضها كسلان، وبناء عليه بنشوف هل هي محتاجة تنشيط للإباضة ولا لا، وبيحملوا بمنتهى السهولة بتنشيط الإباضة المظبوط ومتابعة التبويض، والبنت بتحمل بمنتهى السهولة. وبرضه بنقول لها ما تتخنيش بعد الجواز، لأن أغلبية البنات بتتخن قوي بعد الجواز، وده بينعكس على التبويض. أما البنت أو الست بعد الزواج لو هي عايز تمنع الحمل وبرضه عندها مشاكل في الدورة، ساعتها احنا بنديها حبوب منع حمل بتخدم الغرضين، ان هي بتمنع الحمل وفي نفس الوقت نفسيا بتجيب لها دورة شهرية، فبتبقى مرتاحة ومظبوطة. بعد الشهر لو في سيدات بقى عندهم عامل وراثي من ناحية العيلة او اي اورام في الثدي او في المبايض، وما ينفعش ساعتها ان هي تاخد منظمات او ان هي تاخد حبوب منع حمل، برضو ساعتها بنقول لها نفس الطريقة بتاعت البنت قبل الجواز، ان احنا ممكن ندر الدورة او ننزلها كل شهرين، وان هي مش محتاجة قوي ان هي برضو يجي لها دورات منتظمة قوي، وساعتها مثلا بتستخدم وسيلة تانية غير هرمونية مع اضرار البيض. باختصار كده، اول حاجة تكيس المبايض مش مرض بيسيب المبيض. نمرة 2 احنا بنعالج الاعراض بتاعته بمنتهى السهولة. نمرة 3 لازم نشخص، مش اي استسهال، مش اي دكتور اروح اقول له انا عندي كذا يقوم قايل لي عندك تكيس مبايض فيجي لي ذعر. تكيس المبايض متلازمه منتشره جدا عند المصريين والعرب، مفيش مشكله خالص ولا داعي من الخوف منها. نشخص مظبوط، نشوف ايه العرض ببساطه ونعالجه. فانا بس عايزه اشجعكم ان انتوا ما نتخنش ونلعب رياضه، ولو عندي شك ان انا عندي اي عرض من الاعراض اللي انا قلت لكم عليها دي، نيجي نكشف هنا في مستشفى السلام في عياده النساء والتوليد، مع اي استشاري او استشاريه نتاكد من التشخيص المظبوط. وممكن ترجعوا للفيديو تشوفوا التعليمات بمنتهى البساطه، ومش عايزين اي ذعر، واي مشكله ليها علاقه بالتكيس ان شاء الله تتحل عادي.